المطر فوقنا وخذنا داخل البلاد شو نصلح بالله. ايه وقت مطر كسرت البيوت ولا حد يعطينا حاجه. الظروف المعيشيه كذا، ليش؟ ان الراتب ما يكفينا ان نصلح حاله. كان البيت يعني بصراحه خرابه، يعني بينهار مع هالدرب بالانهيار. تسرب من السقف وتنزل مباشره الى داخل الارضيه، الى داخل السكن. يعني تساقط السقوف ولا الجدران والابواب. كنا صابرين على حكم الله. بدأت الأضرار هذه من قبل 4 سنين، من يوم ما أجت الأمطار ودخلت السيول للمنزل. والله بذلنا يعني شاركنا معهم وورينا بالنسبة للمهندسين والقائمين على المشروع أماكن التي فيها الضرر وأينما تحتاج الصيانة والكذا. لو لهم ما قدر بصلح البيت، عمري كله ما قدر بصلح البيت، صعب. بصراحة ألف شكر لهم، أشكرهم بصراحة. والله عملوا لي انا الان سقف كامل، والحمام برضه صلحوا سيراميك والحوض. شكرا لهم ساعدوني وبنوا لي البيت وهكوني من المطر. شكرا لهم الشعب الياباني بنوا لي الغرفه مع الحمام. نعاني من الامراض عندنا والوباء والاطفال يدخلوا داخل ويغرقوا علينا وما في يموتوا واشياء كثيره. ستكون هناك كارثه بيئيه اذا لم يتم الاسراع في انشاء او استبعاد هذه القمامه والمخلفات البناء وصب مياه الامطار والمجاري الى داخل هذه الحفره. الحمد لله تم المشروع وتم تصريف مياه الأمطار. المشروع هذا نفذ من قبل الأخوة في منظمة الهابيتات ودعم من الحكومة اليابانية. بالنسبة للحديقة كانت هي عبارة عن كدافة فيها المجاري وفيها الكذاديف، فيها كل حاجة، أي حاجة من مع ميتة ولا حاجة يرقب لا داخل المكان. الأهالي هم مرتاحين جدا. أما حاجة هذا المشروع أول مليح للأهالي من ناحية أولادهم يلعبوا أولادهم داخله والأهالي يكونوا مرتاحين ومطمئنين أن أولادهم بجنبهم مش في مكان بعيد منهم.